انا رام محمد، خريجة كلية التربية السنية دفعة 2006. بعمل هنا ورشة في بيت السناري. الورشة دي عبارة عن ازاي نعمل منسوجات نسجية، نعلقها على الحيطة، نفرشها على الارض، نحطها على ترابيزة. الموضوع بسيط وخامات قليلة ورخيصة ومتناول الناس، اي حد ممكن يعملها. بنحتاج لإطار خشب مبدئيا، المقاس اللي الناس يعني مقاس حر، ملوش مقاسات معينة، بس اقل حاجة تبقى مثلا 25 في 25 عشان تبقى المساحة حرة انك انت تقدر تشتغلي، تقدر تطلعي حاجة شغلها يبان. بنحتاج لخيط صوف او خيط حرير على حسب اللي انت بتحبوه. نحتاج لخيط صنارة ومقص وابرة نسيج. ازاي بنعمل النول او بنبدأه ازاي؟ احنا بنجيب الفريم الخشب ده وبنجيب خيط الصنارة وبنبدأ نلف خيط الصنارة على النول بالطريقة دي. هو انا لفة منه شوية بنبدأ نشده بحيث ان احنا نعمل منه بداية للسجادة او بداية للنسج اللي انا همسكه. بحاول يكون مشدود على قد ما اقدر عشان لو رخى مش هيخلينا نعرف نشتغل عليه بالعرض. تمام. لما بنخلصه خالص بيبقى بالشكل ده. بعد ما بنخلصه بيبقى بالشكل ده، بنبدا نختار التصميم اللي احنا عايزين نشتغل عليه كده، مثلا التصميم زي ده، وبنبدا ان احنا نجيب الخيط وهنبدا ازاي نشتغل النسيج بتاعنا. ممكن لو مثلا تعرفت ان احنا بنبدا نشتغل بقى ازاي، بنبدا نشتغل على النول. في تقنيات كتير، كل تقنيه بتطلع غرزه شكل. فمثلا دي غرزة، ده نوع من انواع الغرز. مثلا في انواع تانية بس هتطلع لها بلون تاني. في غرزة زي دي وفي غرزة زي دي. حلو في النسيج ان احنا ممكن نسيب فراغات بين الخيوط، فكل مرة تشتغلي بغرزة تطلع لك بيها شكل غير التاني، وكل تقنية ممكن نعمل منها كذا شكل لحد ما بتخلص. وبنشتغل على التصميم اللي احنا مختارينه لحد ما بنخلصه الناحية التانية، وفي الاخر خالص بيطلع سجادة اللي هي بتشوف الطريقة.